سعيدة يا شابة. أهلا وسهلا، يلزم خدمة؟ انت عينوكي هنا امتى؟ بقالي 15 يوم، ليه في حاجة؟ شفت بيعينوا ايه؟ امال فين الست صاحبة المحل؟ مدام نجوى زمانها على وصول. اتفضلوا اقعدوا واستنوا. ميرسي. لو سمحتي دقيقة. اتفضلي. مساء الخير يا هدى. اهلا يا مدام. سلامات يا نجوى. ان شاء الله تكوني بخير. انتوا تاني؟ ايه اللي رجعكم؟ احنا جايين يعني علشان عشان ايه؟ عشان نبوس القدم ونبد الندم على غلطتنا في حق الغنم. الغنم ايه يا ابو لسان طويل انت؟ بيهزر معاك يا ست هانم، بيهزر. يا ست هانم احنا ملناش غيرك وطمعانين في كرم حضرتك. عاوزين ايه؟ فهموني. عاوزين نرجع نشتغل تاني. تشتغلي؟ انا اسفه قوي، اديكي شايفه في واحده جبتها مطرحك. لا ما انا ممكن انت بالذات مالكش شغل عندي بعد ما مسكت الزبون وضربته. لو سمحت يا مدام، البوت ايوه مراد. ها؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ انا مش لسه سايبك في المكتب. انا مراد مين؟ ده مسموش مراد. من فضلكم امشوا بقى، انا مش عايزه خيالك كدابه في المحل. خلاص يا اختي احنا ماشيين اهو، يلا يا عيوب. على فكره اتفضلوا. على فكره حضرتك هتندمي لانك فرطت في كفاءات نادره. مدام مسيو. ايوه يا استاذ. بوت ايه يا مدام؟ بعدين اما زبون غريب راخر. يا استاذ من فضلك. افندم في حاجه؟ ايه يا استاذ انت موقفنا عشان تقف تبحلق فينا؟ مش ممكن. هو ايه اللي مش ممكن؟ الشبه اللي بينك وبين مراد. يا دي مراد اللي مش هنخلص منه النهارده. مين مراد ده يا استاذ؟ يا ريت حضرتك تجيلي على العنوان اللي في الكتله. واجيلك عشان ايه؟ عشان اقابلك بيه. بمين؟ بمراد. قطيعه تقطعك انت ومراد في يوم واحد. يلا يا ايوب يلا، لحسن الراجل ده باينه ضارب في دماغه وجاي النهارده يتفرج عليه. يا جماعه ما تفهمونيش غلط ارجوكم، اصل الاستاذ فوله منه. فوله من مين؟ من مراد. انت عليك عفريت اسمه مراد؟ يا جماعه مش هتخسروا حاجه لو شرفتوني النهارده. خلاص يا بيه هنجيلك. بس يكون موجود. هو مين؟ مراد. ان شاء الله. فعلا يخلق مش شبه 40؟